السيد لاعب نادي الاسماعيلي اللي انضم طبعا في فتره الانتقالات الشتويه، يعني واحد من اللعيبه ايضا اللي قدرت انها تكسب ثقه جماهير النادي الاسماعيلي وثقه جماهير كمان الكره المصريه في الفتره اللي فاتت دي كلها، طبعا طوال فترات مسيرته، ولكن في تجربته كمان مع النادي الاسماعيلي برغم ان الوقت لسه قدامه مكمل مع النادي الاسماعيلي، ولكن في الوقت القصير ده قدر ان هو يعني يقدم قدرات متميزه جدا. كابتن حسين في البدايه الف سلام عليك وطمنا عليك كده طالع مغبوط، طمنا عليك. الله يسلمك. والله مش عارف جاي الحاجه في الخلفيه، بس بقى اروح اعمل شعب بكره ويبين ان شاء الله بسيطه باذن الله. تجربتك مع النادي الاسماعيلي يعني ما شاء الله طعمها حلو، شكلها حلو، يعني البدايات والمؤشرات بتقول كلها لا حسين السيد موجود، حسين السيد اسمه لسه موجود. تقييمك يعني للتجربه من بدايات والنهارده مكسب مهم مع النادي المصري كابتن؟ والله الحمد لله انا بحمد ربنا على الثقه اللي خلاها تيجي من جمهور الاسماعيلي ليا. انا قلت كل مره انا جاي النادي اعاره فتره صغيره، انا نفسي من قلبي اعمل حاجه كويسه للنادي لاني ما شفتش غير كل خير في النادي، والنادي يستاهل يبقى في مكان كبير طبعا، لان مش هينفع اتكلم عن نادي الاسماعيلي، واتمنى ان اعمل حاجه للنادي اقدر دايما يذكرونا بقى بالخير. الحمد لله النهارده على المكسب، كان مكسب مهم، مكسب معنوي. احنا بنبقى ماشيين كويس جدا، احنا خسرنا اكتر من ماتش بنبقى كويسين جدا، بس سوء توفيق. اتكلمنا النهارده كابتن هبك. سؤال ليك يا كابتن، بخبراتك الكبيره شايف مجموعه العناصر الموجوده داخل النادي الاسماعيلي شايفها؟ انا شايف ان مجموعه كويسه جدا، في معظمهم لعبة صغيره، لعبة كويسه جدا، بس الخبرات لسه بتيجي مع الوقت. انا بطالب بس نفسي يعني ان جمهور الاسماعيلي يعني يبقى ايجابي الفتره اللي جايه مع الفرقه. احنا اول ماتش في الدور الثاني قدرنا نكسبه، واحنا عندنا مع الكابتن هاب جلال شخص محترم جدا، جهاز على اعلى مستوى فعلا. احنا لامسينه بصراحه برضو من جمهور النادي الاسماعيلي الفتره اللي فاتت دعم متواصل فعلا والله بدون مبالغه. كابتن هاب جلال انا مبسوط ان انا اشتغلت معاه، شخص كويس جدا، شخص هادي، شخص الاداره كلها والستاف كله بتاع الكابتن هاب ناس زي الفل، ناس كويسين جدا، بيدونا حاجات صغيره احنا لو نفذناها ب 40 50% باللي احنا بناخده احنا هنبقى في حته ثانيه الفتره اللي جايه، وده باين من الماتش اللي فات خسرنا كان سوء توفيق، ده طبيعي. الحمد لله كسبنا النهارده وربنا يدينا الفتره اللي جايه، مركزين في الفتره اللي جايه كلها ان شاء الله، ربنا كريم باذن الله. يعني قلت مركزين واديته مردود كويس. حسين السيد بقى بالتحديد الفتره اللي فاتت الكلام كتير عليه قوي الفتره اللي فاتت في حته منتخب مصر وكله بيقول ان حسين السيد يعني يستحق يكون ليه دور الفتره اللي جايه، شفت ده ازاي وقابلت ده ازاي؟ والله شفت ده، انا كان نفسي ابقى موجود في مع المنتخب مع كابتن حسام والجهاز، نفسي ابقى موجود، نفسي حلم لاي واحد في مصر ان هو يمثل يلبس تيشيرت بلده، دي يعني اكبر هدف للاعب الكوره ان هو يلبس تيشيرت بلده بس الحمد لله انا واثق في الكابتن حسام بدري والجهاز. ان متوقع ان يبقى ليك دور ويبقى يتم اختيارك؟ انا كنت متوقع ان انا اروح، الناس قالت لي من النادي الاسماعيلي ان في كلام ان انا ابقى موجود، بس الحمد لله اهم حاجه بقى في حاجه ايجابيه. عندي ثقه كبيره في الكابتن حسام ان اكيد يعني تعب الواحد مش هيضيع، وفي الاول وفي الاخر ده توفيق وده نصيب من ربنا، والكره دي واللعب ده والحاجات دي كلها انا دايما بقول رزق. حسيت انك رجعت نفسك في نادي الاسماعيلي؟ بصراحه انا مبسوط جدا ان انا مع النادي الاسماعيلي، ناس محترمه ومن اصغر واحد لاجل واحد في النادي، والله مبالغه، ناس جميله جدا، انا بتمنى ان اعمل لهم حاجه يذكرونا بقى بالخير دايما ان شاء الله خير. شكرا ليك كابتن حسين. لو ليك رساله اخيره للجماهير حبيبي؟ لا بقول لهم انا بطلب حاجه بس من جمهور الاسماعيلي، ان يخليه في ظهر اللعيبه دايما، الكلام كله بقى ايجابي للعيبه، حتى لو في حاجه مش كويسه انتم شفتوها، بس الحاجه الايجابيه بتفرق معانا ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك كابتن حسين والف مليون سلامه. الله يسلمك. شكرا لزوجك. شكرا. ده كان لقائنا مع الكابتن حسين السيد، واحد من نجوم النادي الاسماعيلي، والعوده من جديد واستاد مصر.